واحدة من أكتر الجمل اللي بحبها وموجودة في الكلور المصري طول الوقت هي الأغنية الشهيرة بتاعت على مدد الشوف. على مدد الشوف هتشوف خضار، وده يمكن المكسب الكبير والأعظم في المشروع الخاص بجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة. إنك أنت الحلم القديم، الحلم المصري القديم، إنك تخرج من الوادي الضيق للصحراء وتخضرها وتزرع فيها، ومش بس تزرع، ده أنت كمان تزرع بطرق حديثة، وكمان تبقى قادر إنك تصدر ده للخارج فتوفر عملة صعبة. هو ده الحلم الكبير اللي بقاله عشرات السنين وبيتحقق دلوقتي على أرض الواقع من قلب مزرعة الميدان، حيث محاصيل بقى كتير، بصل وبنجر وغيره وغيره وغيره. معانا المهندس محمد جمعة والمهندس أحمد فايد، منورين. نعم. كلمني في الأول كده عن حدوتة البطاطس، ليه محصول بطاطس مهم؟ محصول البطاطس أولا محصول استراتيجي. محصول البطاطس من أهم أربع محاصيل موجودة في مصر بعد الذرة والقمح والرز. البطاطس بنزرعها هنا في مصر لعدة أغراض. الغرض الأولاني اللي هو الإنتاج المحلي، الغرض الثاني التصدير، الغرض الثالث توفير العملة الصعبة. البطاطس محصول استراتيجي، محصول بيدر دخل حلو. طيب ايه انواع البطاطس اللي بتتزرع في الارض هنا؟ عندنا الاسبونطا، عندنا المونديال، عندنا السانتانا، عندنا الليدروزيتا، عندنا السيجيتا، عندنا الدايموند. يعني انت بتقولي قبل ما قررنا نزرع بطاطس في المشروع ده كنا دارسين السوق وعارفين احتياجاته ايه؟ طبعا احنا بندرس السوق كويس جدا، وبناء على دراسه السوق دي بنشوف السوق محتاج ايه، التصدير بره محتاج ايه، محتاج اصناف 1 2 3 بنزرعها. طب السوق المحلي محتاج ايه؟ 1 2 3 بنزرعها. ايه اللي يميز مزرعه البطاطس او الارض اللي بنزرع فيها بطاطس هنا، او الكواليتي بتاع البطاطس والجوده بتاعتها عن اللي موجوده في اي مزارع تانية؟ سؤال مهم جدا. البطاطس هنا في مشروع مستقبل مصر لا تضاهيها اي بطاطس في اي مكان اخر. ليه بقى؟ ليه؟ رقم واحد، احنا بنختار ارض صح. حضرتك شايف الارض هنا رمله، هي بسم الله ما شاء الله ارض رمله خاليه من الامراض. رقم اتنين، مصدر المياه عندي، احنا بنستخدم هنا احدث انواع الري المحوري. رقم ثلاثة، احنا بنختار اصناف مهمه جدا، اصناف قويه، اصناف خاليه من الامراض، فبالتالي عندك تربه تمام، وعندك مصدر مياه كويس، وعندك مصدر كهرباء كويس، وعندك تقاوي كويسه. التقاوي ديت احنا بنتعاملها عندنا هنا في محطتنا، بتتفرز، بتتعامل معامله صحيحه، بنضيف لها المبيدات المناسبة، بنتعامل معاها معاملة كويسة جدا، اللي هو الربط ما بين البحث العلمي وما بين الزراعة. تمام مظبوط. طيب كده ايه اللي يميز الشتلة اللي قدامنا دي عن اي شتلة بطاطس موجودة في السوق؟ سؤال مهم جدا. الصنف ده صنف كروز، صنف تصنيع، عمره النهاردة 25 يوم. شايف حضرتك يعني بسم الله ما شاء الله الورق طالع ما فيهوش اي مشاكل، ما فيهوش نقص عناصر، ما فيهوش اي حاجه خلاص. في خضار وزهزهه كده لون. لو بدانا نشوف الشعيرات الجذريه هنا، لا ساعدك انا، لا عيب. ده جدري يعني. بسم الله ما شاء الله، بسم الله. دي الام. دي الشعيرات الجذريه. اهم ما يميزنا بقى ان الشعيرات الجذريه سليمه، اهي ما فيهاش تقرحات، ما فيهاش اصابه بالنماتوده، ما فيهاش فتر ريزوكتونيا اللي بيصيب البطاطس. لا، احنا عندنا الشعيرات الجذريه بسم الله ما شاء الله زي البفته، نظيفه. وده اللي احنا بنتكلم عنه، ان احنا بنختار تقاوي نظيفه، تقاوي خاليه من الامراض. فبالتالي الام ديت طالما زرعناها نظيفة خالية من الأمراض، إن شاء الله بإذن الله المحصول يكون بالحلاوة والجمال اللي حضرتك شايفه ده، خالي من الأمراض. ده رقم واحد. رقم اتنين، إحنا عندنا عمر 25 يوم هوت أو 30 يوم، ودخل عندنا في تيوبر اللي هي اللي إيه الرامية، هي بدأت ترمي بطاطس. إحنا بنيجي بقى على عمر دي في النهاية اللي هتبقى حبة دي بطاطسية. طيب إحنا بنيجي بقى على عمر 40 يوم نشتغل بقى بالفوسفور، نشتغل بالكالسيوم، ها، وعلى عمر 60 يوم ندي دفعة فوسفور تاني. ثبت علميا بقى بخبراتنا هنا والبحث العلمي اللي حضرتك بتقول عليه، ان الفوسفور على عمر 40 يوم يزود العدد، وعلى عمر 60 يوم يزود الحجم. فاحنا اهم ما يميزنا احنا ان كل شيء مدروس، كل شيء مدروس، وبنستخدم احدث التقنيات الحديثه، بنستخدم احدث الاساليب العلميه والاساليب الحديثه فين في وده الزراعه، وده في الزراعه وقت الحصاد، وده يعني الفضل لله اولا، ثم لسياده العقيد بهاء الغنام ان هو بيدعمنا
بدعمنا بقى بكل معلومات، بكل حاجات كويسة جدا في مجال الزراعة، في مجال التسميد، توفير كل الاحتياجات المطلوبة من أسمدة، من مبيدات، من ميكنة زراعية. نرجع للسؤال حضرتك، أهم ما يميز الزراعة في مشروع مستقبل مصر، احنا بنزرع زراعة نظيفة، زراعة أورجانيك، بنتكلم ان احنا عايزين كواليتي عالية، جودة عالية، فبالتالي اقدر اصدر وانا مرتاح، نقدر نصدر لاي دوله وانا مرتاح. كنا بنقعد نسمع زمان عن مشاكل تصدير البطاطس والعفن البني ومش عارف ايه، دلوقتي الحمد لله السنه اللي فاتت محققين تارجت كبير جدا، انتاجيه عاليه جدا جدا. انتاجيه الفدان هتروح قد ايه؟ انتاجيه الفدان كل صنف له انتاجيه، يعني الاسبونطه السنه اللي فاتت محقق معانا من 20 ل 22 طن. هل نفس الكلام ده يا باشمهندس احمد فايد بيحصل في البنجر؟ والبنجر برضو من المحاصيل الاستراتيجيه، البنجر برضو له علاقه بقى والسكر، واحنا داخلين في موال تاني كسلعة استراتيجية. طبعا هنا الهدف من زراعة البنجر في جهاز مستقبل مصر سد الفجوة الغذائية، لان احنا بنزرعه لعدة اغراض، الغرض الاول هو استخلاص نسبة السكر، تمام، الغرض التاني بالنسبة استخلاص الملاس، تمام، وطبعا قرش البنجر نستخدمه طبعا في علف الحيوان، تمام. فهنا المشروع الحمد لله يعني بيزرع مساحات عالية بغرض ان هو سد الفجوة الغذائية، اللي هو محصول قادر تستخدمه في سد فجوة غذائية في سلعة استراتيجية مهمة جدا طبعا، وفي تصنيع علف حلواني، علف حيواني في نفس الوقت اللي انت اصلا عندك جوه مشروع مستقبل مصر جزء العلاقة بالثروة الحيوانية. طبعا طبعا. هل نفس المعايير العلمية اللي كنا بنتكلم عنها في البطاطس دي بتطبق في موضوع البنجر؟ أكيد طبعا، هنا أي حاجة طبعا بيحصل فيه بحوث، وبحوث طبعا علمية تكون على يد استشاريين، طبعا الاستشاريين بيفيدوا المهندسين، تمام، فبالتالي بنبدأ نطبق الحلول دي عشان نحصل على أعلى محصول. فالحمد لله يعني احنا هنا متوسط انتاج الفدان من 40 ل 45 طن الفدان. طيب ايه أكتر شيء بيميز وجودك هنا في جهاز مستقبل مصر؟ انت كشاب دلوقتي موجود مهندس زراعي، احنا زمان، انا اسف بس بقول لكم الكلام ده، زمان واحنا صغيرين كان فكره مهندس زراعي هتلاقيه مثلا بيشتغل مش عارف فين وبيشتغل مش عارف فين ومش عارف يشتغل اصلا. النهارده انت موجود في مشروع مهم ومسؤول عن قطاع مهم وعن محصول مهم. لا طبعا هنا بنشكر رساله العقيد بهاء الغنام، طبعا موفر لنا كل السبل اللي تؤدي لنا نجاح. بتاخد دورات تدريبيه بتذاكروا؟ طبعا هنا اسبوعيا في دورات تدريبيه هنا بيتم على يد دكاتره متخصصين جدا، بيدخلوا لنا هنا ويدوا دورات تدريبيه، طبعا بيتم التنسيق، كل مجموعه بتحضر فتره وكلام. انا بشكركم جدا على وجودكم معانا النهارده وبالتوفيق دايما، ويا رب يعني نشوف كل الصحراء اللي قدامنا دي مزروعه بالخضار. يمكن النقطه الوحيده اللي لازم اقف قدامها لانها مهمه جدا قبل ما نقفل الحته دي، هي احنا طول عمرنا بنزرع، مصر طول عمرها بتزرع وبتزرع كل المحاصيل، بس اللي اخرنا سنين طويله جدا ان احنا كنا سايبين العلم على جنب وشغالين بالموروث القديم وبالفهلوة. فالنهاردة لما تشوف اتنين شباب مهندسين زراعيين موجودين في مشروع مهم زي جهاز مستقبل مصر، وتشوف وتسمع ان هو كل اسبوع بياخد دورات تدريبية علشان يربط ما بين الزراعة الحقيقية وما بين العلم اللي بيخلينا في النهاية نوصل لتحقيق انتاجية عالية للفدان، هو ده هيرجعنا تاني لمفهوم التنمية المستدامة، ازاي اقدر استغل كل الموارد اللي عندي علشان احقق اقصى إنتاجية ممكنة وأقصى نجاح ممكن. مكملين رحلتنا مع بعض نحو المستقبل في جهاز مستقبل مصر.